استاذ وديع، كنت عم بقول لك عن جد تعتبر حضرتك انه من اللي فرحوا او اليوم بيقولوا من بعد تقييم هذه التجربه انه هنيئا لنا لانه اجى عهد الرئيس ميشيل هون؟ انت كان ولا بتقول انه كانت فعلا يعني مثل ما بيقولوا انه هيك كل المجد اللي عايش عليه الرئيس ميشيل هون من بعد 90 لليوم وهذه الصوره انضربت بمجرد وصوله لرئيس الجمهوريه؟ لا لا، انا ذاكرتي منيحه وبقول لك وبحسم لابد كان انه نوصل على مواجهه، وما حدا في يخوض المواجهه بقدره اللي عنده اياها الرئيس عمر، ما حدا بيقدر يخوضها، ولا سياسي محلي لبناني عنده امكانيه يخوضها. وبعتقد يعني حتى قدراته الشعبيه يلي كرسها هلا بده يتعرض حتما للانتقاد. هو بيعرف انه لما بدك تفوتي انت بمواجهه بوجه مثلا حاكم مصرف لبنان اللي اسمها التدقيق الجنائي، يلي هي من مصرف لبنان عم بتنط على ادارات الدوله، لكون كتير صريح، وانت ما عم تعمليها كمان حضرتك وحدك، عم بتجيبي شركات دوليه متخصصه شغله بغير دول بهيدي الامور وتسلميها هيدا. يعني حتى انت قدرت تاثيرك المحليه على الريزولتا بريسك منعدمه، فما حدا بيقدر يخوضها غير ميشيل هون كان هيدي الشغله. وانا من اللي بيعرفوا انه لابد ما نخوض المعركه، في وهم كبير، في تركيبه، في كذب، بس مقتنع انه حتكون نتيجتها ايجابيه، يعني حتكمل ولا حيصير فيها مثل المعارك السابقه توقف عند اي لحظه تسويه؟ استاذي شو ما كان الوضع، هلا بعرف انه اليوم اللبناني بازمه حاده، كلنا نحن كلنا تراجعت حياتنا، تراجعت امكانياتنا الماديه، كل شيء، ولكن هيدي فرصه بذات الوقت لنرجع نبني دوله. نحن منا بنيين دوله، نحن كنا مجموعه سرقين، ما عليه خليني اقولها مثل ما هي، نحن كلنا كنا خاضعين لعمليه الابتزاز والاحتيال. اجوا باخر التسعينات عملوا قانونين ورا بعضهم بسنه 91، اول واحد عفو عام، صار الادمه يعني مثله مثل الازعه المقتوله، صحيح، وتاني مال عينوا هال 55 نايب سنة بحزيران 91 يلي هن عملوا انتخابات 92 قطعناها، ما بعرف إذا كان معه حق بوقت البطرك صفير الله يرحمه انقاطع، بعتقد كانت غلطة تاريخية، ركب هيدا مجلس النواب ما كانش فيه إلا زاهر الخطيب ونجاح وكيم يصرخوا بقلبه، وبعتقد الرئيس سليم الحص وكم حدا، ومشي التركيبة البلد، مشي سيستم، بجيب مصاري من بستجلب ودائع من برات لبنان من اللبنانيين اللي برا، بعطيهم فوائد عالية، مصاريف تربح فوائد عالية كتير بتربح من هيدا الديل، بياخذ هول المصريات، فوتت أنا الميليشيات عملتهم موظفين بالدولة، بياخذ هول المصريات، بردون بياخذ هول المصريات بصرفهم، أنا برجع إما بسرقهم إما بعطي للموظفين. صار عندي جيش نص مليون لبناني يستفيد من الدولة اللبنانية، جيش هذا كيف بدك تواجهي؟ كيف بدك تخبري بكره هذا اللي زعيمه موظفه؟ بدك تقولي له ليك انتبه، انت هول المصريات اللي اخذهم وانت قاعد بالبيت، وزارة التربية قسم كبير منها ما بيشتغلوا اساسا، يا غيره غير كلهم بعرفهم، عرفت هيدا صار سيستم بده يجي حدا 90 ل 2005 15 سنه، لا كمل 2005 2000 واللي احنا اليوم 2021 16 سنه، يعني هلا انتم اخذته يعني شاركته اكثر من 15 سنه. لا نحن دخلنا الى الحكومه ودخلنا الى مجلس النواب، صحيح، بس مش تقول مش مواقف، سيستم كمل، ضلوا عايش ماشي. انتوا كمان ما عملتوا ولا شيء، يعني حكومه هلا الرئيس حسان دياب، ما انتوا اللي جبتوها، منين نحن جبناها؟ مين جايب؟ نحن منمون على الوزراء اللي فيها، سميلي الوزير اللي بدك اياه، لهلا انتقدوا انا وقول لك عن تقسيم، مين بدك وزير الاقتصاد؟ مين بدك وزير الاقتصاد؟ يلي هو هيدا، مين سماه لوزير هيدا الرجل؟ ما بعرف مين سماه، نقول الصحناوي سماه، اذا هيك اللي هو بالتيار الوطني الحر، ليش مين سماه لوزير الاقتصاد؟ ما زال عم تنتقد، مش نحن مسميينه، مش مزبوط، مش نحن مسميينه، بلا تيار الوطني الحر هو اللي سماه لوزير الاقتصاد. انا اكثر واحد استاذ النائب، بس النائب نقول الصحناوي هو اللي سماه، ما بعرف اذا نيكولا، وهو اللي اقترحه، ما بعرف اذا نيكولا، وتبني الوزير جبران باسيل، بعرف انه هو كان يشتغل بالبنك بعتقد يلي قريب من بيو، وما بعرف يعني مين اللي طرحه، هلا صرت تعرف انه بيشتغل بالبنك قريب من بيو، بعرف زوجته سيده محترمه جدا، ولكن هو شغله بالوزاره
اكيد لهيدا تطلعي ولهيدا، وانا اكثر واحد عم بنتقده لوزير الاقتصاد ومين بدك وزيرة العدل، وزيرة العدل العهد بكل معنى الكلمه. لا مش صحيح. حسان دياب كان حكومه العهد، مش صحيح. وين نحن فيها؟ وين نحن؟ وين امكانيه؟ وكيف وينكم انتم؟ وين امكانيه اقتراح اصلاحات؟ شو عمل الوزير الماليه؟ وزير الماليه اول ما بلش شو طلعت سعد الحريري من السيستم اذا هيك؟ هو ظهر، نحن طهرناه وقتها لما قلتوا يا ريت قلنا الشرف. لحظة، لما خطوا معركة لكي يصل دكتور حسان دياب لرئيس الحكومة، وكان في معارضة من الاشتراكي والقوات، ومش بس معارضة، طالعين برا حكومة ما فيها حدا من المعارضين. سعد الحريري هن طيب. كان بدهم مين اللي ألفها الحكومة دكتور حسان دياب؟ انتوا ألفتوها يعني؟ نحن عطينا ثقة على أساس بيجيب حكومة، وانتوا ألفتوها. حضرته رئيس الحكومة حسان دياب يلي هو معتبر حاله تكنوكرات ولا مش مسيس، وركب على التركيبة الحكومية على هيدا الأساس يلي هو عامله. وين عندي مصلحة؟ طيب أنا أنتقده. طيب أنا إذا أنا هالحكومة بتخصني بردون ورايحين نحن على انتخابات، طيب أنت نحكي الصراحة، شو أنا عندي مصلحة أنتقده؟ ما أنا عم بنتقده ليل نهار إنه هيدا منه شغل بالملفات الحيوية تبع الناس. بس شو بدكم؟ مش معقول شو صار فيها تقصير هالحكومة. شو بدكم يعني؟ أنا عم بعطيك مثال عن قصة حكومة حسان دياب لقلك أنه اليوم أنتم معطلين البلد، متهمين بإنكم معطلين، متهمين بإنكم معطلين البلد. لا بالآخر شو تجيبوا لنا؟ شو بده يكون النموذج يعني؟ لا حكومة نجيب مئاتي 2011 لما عطيتوه وان واي تيكت لسعد الحريري بتقولوا أنه كانت تمثلكم، ولا حكومة اليوم حسان دياب بتمثلكم. شو هي هيدا النموذج اللي بتكون تجيبوا لنا اياه؟ النموذج الوحيد اللي بده يوصل يقدر يعطي نتيجه هو نموذج يكون عنده جرأه، توصالي باشخاص يكون عندهم جرأه يواجهوا كل حدا مثل رياض سلامه، مثل محمد الحوت، مثل هيدي الشخصيات يلي هي بتتغطى بغطى سياسي وديني كمان، مش بس سياسي، بيكون عندك هالقد قدره مواجهه فيها انت تقدر تطلي. وهيدا بتقولي لي موجود، انا عكس كل الناس، موجود كتير، وهيدا فيي انا اتشارك حتى من المجتمع المدني طبعا. فيي انا مش منه كليا. لا ولو عم تظلمي، قلت لي جددنا لحاكم المصرف لبنان نحن لانه قالوا لنا الليره بدها تصير 50,000. شرحت لي كيف بس كل حدا بيرتكب شيء بس يجي يدافع عنه، حضرتك محامي بتعرف، بصير يلاقي 100 مبرر. ابدا مش شرط أبداً. طيب انت اقنعني اذا شرحت لي، شيلي لي هديك الغلطه. طيب هي اوكي غلطه، اوكي مين اللي رجع هلأ عم بيرجع يحاكم الحاكم يلي هو رياض سلامة؟ ومين اللي عم بيرجع يفتح الملفات؟ أنا بلبنان وبرات لبنان. إيه عم نشتغل نحنا بتنسيق. كم قرار عم بيطلع؟ كم تعميم بيطلع عن الحاكم كل يوم؟ كم قرار بياخد الحاكم؟ في قسم كبير منهم عم بيتكسروا. شو قاعدين يعملوا؟ مفوض الحكومة مثلا مش محسوبة على التيار بالمجلس المركزي؟ تعينت عند بحكومة حسان دياب. ايه مع التعيين التاني هي مش محسوبة على التيار. مين سميها؟ ما بعرف اذا محسوبة على التيار، بس هي حدا كويس. شو عم تعمل لا هلا عم من وقتها لليوم؟ إيه لا هي عم تطلعوا على كل الارقام؟ مش انا ما عندي اطلاع معها ومني حاكي معها ولا مرة. كريستال بعتقد انت هي مشاركة لا هي هلا بالتدقيق الجنائي. ايه هي يلي عم بتطالب بالملفات يلي عم بينجابوا يعني لما صار الكلاش من شي شهر ونص، هي اللي عم تتولى الامر، هي اللي عم تتولى الامر. وانا بدي اياها كمان بعد تتشجع وتشتغل اكثر، لانه هي عندها بوزيشن، عندها في امكانيات ولازم تعطي الامكانيات وباسرع بعد من هيك. بس انا بقول لك ايه، بموضوع شركه التدقيق الجنائي هي اللي عم تعمل هلأ الشغل من ميلة مصرف لبنان. استاذي قادرين نعمل، مش هيدا البلد بدنا نضل عايشين فيه، ما بدنا نفل. لا حضرتك وحضرتك بعرف قديه بتحبي عائلتك، وعندك بنوت بتسوى العائل، وانا عندي بنوت كمان بتسوى الدنيا عندي. احنا ما نضلنا هون، بدنا نشتغل هون. خلونا مجال لكن خلونا بلدنا نحن، في حدا لازم يفل كلنا شكله. خليك شوي. لا تحديدا كلنا بدنا نتواضع. كلنا بالسلطه كلهم يعني حضرتك ما فيك. بدنا شوي نتواضع بالطريق، انه بس نحن لانه مخلونا يعني. انا مش مزبوط على نظريه مخلونا يعني. مش مزبوط، انا ما عندي ابدا ولا كلمه مخلونا. انا مقاتل بكل ملفات الفساد. انا عندي 100 ملف فساد شغلهم بالدوله اللبنانيه وكلها من الحجم الكبير مش صغار.
انا ولا مره قلت ما خلونا. بعدني لليوم اسمك وزير، بعدني لليوم بقيت تسربوا تشكيله وزاريه، يعني ليك قد ايه عم تعمل معارك انت بالتيار. وفعلا يعني مثل ما قلت سوناتراك وغيره ما طرحوا اسمك وزير. ما طرحش اسمي وزير، ماني راغب. انا اشتغلت كل شغلي بدون ما يكون لما عندي اي بده يوزروا بوزروا الاشخاص اللي هن. ترجع بكره بتقول لي لا هي ما بيشبهنا، ما قلنا عليه قفل، معلش خلي هيك تجي ضل حضرتك تدافع عنه، خليني ضل هيك بكونوا هن بعد عم يرجعوا يخربوا البلد اكثر واكثر. ليكي خلي، لا ما بدافع، انا ما بدافعش، يعني انا بقدر انتقد وليكي بنتقد ليك منيح، وحتى عندي عندي هالخصوصيه يمكن الهامش تبعي لاني عم بشتغل ملفات فساد. بتعرفي مثلا انا ما بقبل اي تمويل لملفات الفساد، نحن جروب نشتغل مع بعضنا، حتى ما بقبل ابدا، حتى من قلب التيار انعرض علينا كذا مرة انه مساعدة خيب تكلفكم هاي الملفات، حتى ما بناخدها. ليه تنضل هالقد عنا هالمارج دو مانوفر وهالحرية بالملاحقة تبع الامور؟ لا حدا بيقدر يمون علينا بملفات فساد، واساسا ولا مرة صارت معي ضغط انا على هيدي الامور. بس بعترف وبقلك ايه، كلنا بدنا نكون متواضعين بالمقاربات. ايه بلدنا اليوم بوضع صعب، وما بينقام هيدا الوضع الا ما يشتبكوا الاوادم، لانه مقابلنا في مافيا، ومافيا حتقاتل كتير 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 حتقاتل. انت تخيلي اوقات بيطلع مثلا احكام قضائية على اشخاص معينين، بتلاقي هول الاشخاص بفرعنوا بيجي بيصير وقح معك، وقح بالتعاطي معك، بيصير يعني حتى ما في شيء بيلجمون. والأبشع أوكي بيقدر يعمل هيك، الأبشع إنه بيلاقي مؤيدين ومناصرين. الوضع عندنا هالقد صعب، بس ليكي أنا متفائل أنا ماني متشائم، أنا ناطرة هاي المعركة صراحة. أنا هاي المعركة ناطرة. طيب عم تقول حضرتك إنه هاي المعركة ناطرة، اليوم مثل ما بلشنا الحلقة شو الخيارات؟ هل سيدعو رئيس الجمهورية لحوار؟ تؤيد دعوة لطاولة الحوار مجددا؟ طبعا يعني يرجع يقعدوا كلهم سوا مع بعض، يقعدوا ليوصلوا لتسوية مع بعض، لنرجع مثل ما كنا أسوأ. لا 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 مش حيقدر يوصل. إذا القعدة تعمل تسوية، من هلأ عم بقلك مع الرئيس ما فيش تسوية، يعني ملف المالي ما بيحمل تسوية.